طيب نكمل بقى باشمهندس سين كده، اتعلمنا ازاي نتعامل مع اول طريقه وهي طريقه الديزاين. طيب تاني طريقه معانا هي طريقه التشيك. طيب ودي الطريقه المفضله بالنسبه لي بصراحه يعني. طيب هنفك كده الحل، هروح يا باشمهندس على البلان كده، هرجع الاول القطاعات اللي انا كبرتها زي ما كانت، تمام؟ يعني انا هرجع الدنيا زي الاول كاني هستخدم طريقه التشيك قبل ما اغير ولا اي حاجه، تمام؟ واقول له اساين اساين فريم سيكشن بروبرتيز، وهديله 20 في 55 فيرتيكال، تمام؟ رجعت زي ما كانت اهو، كل الاعمده عندي 20 في 55 خلاص. طيب هتيجي بقى على ديفاين سيكشن، وهتخش على الفريم سيكشن يا باشمهندس، وهتيجي على الكولوم. كل الكولوم اللي عندك احنا كنا عاملين هنا في رينفورسمنت، كنا قايلين ايه رينفورسمنت تو بي ديزاين، لا انا هقول له هنا ايه رينفورسمنت تو بي تشيك خلاص. وتدخل له بقى القيم ديت اللي احنا دخلناها مره، تمام؟ فاكر احنا كنا دخلناها ازاي؟ خلاص مش هنعيد بقى الكلام خلاص، وتقول له اوكي. اوكي تيجي هنا نفس الكلام، انا كنت دخلت معاك القيم دي من الاول، تمام؟ وقلت لك انا هرجع للموضوع ده يعني عشان نوفر وقت يعني خلاص، بس لو انت هتعمل ديزاين من الاول مش شرط خالص تدخل، تمام؟ ودخل لي برضو ده كمان، اعمل له كاتشيك وتقول له اوكي. اوكي خلاص يا باشمهندس، تمام. بعد كده اقول له ران كده، خلصت يا باشمهندس. هتقول له بس هتعمل ايه؟ طبعا احنا كنا مظبطين كل حاجه، هتقول له بس ديزاين. خلص اهوت يا باشمهندس، اقرا بقى معايا ايه اللي هو كاتبه ده؟ بيقول لك 1231. ده ايه يا باشمهندس؟ ده الاريا ستيل، تمام؟ طيب مش انت كنت قايل لي يا باشمهندس ان احنا مدخلين 1%، وال1% ده 1100؟ اه خلي بالك بقى من نقطه مهمه ما تتلخبطش، احنا كنا الاول قلنا له صمم لي، فهو اداك 1% كمينيموم، تمام؟ لانه حسب واداك المينيموم، قال لك خلاص المينيموم 1% لان لما صمم لقى اقل من 1% فاداله 1%. طيب بياخد ال 1% من الاريا كونكريت تشوزن، يعني انت مدخل له ابعاد قطاع، هيروح يحسب حسابات نفس الحسابات اللي احنا عملناها، هيضرب 200 في 550 في 1% هيطلع له 1100. طيب انما احنا في طريقه التشيك احنا دخلنا 1% ولكن احنا كنا مقربين، يعني مثلا احنا قلنا اهو 200 في 550 في 1%، تمام؟ طيب وبعد كده فرضنا ان القطر في 14 يعني 154، اداك كام يا باشمهندس؟ 7 اسياخ بوينت 1. طيب هل احنا هنحط 7 اسياخ بوينت 1؟ هنحطها ازاي؟ لا هنروح نقربها لاقرب سي، هنحطها ايه؟ طب في ناس تقول لك احطها 7 اسياخ، طبعا ما ينفعش تحط 7 اسياخ، لازم رقم زوجي، تمام؟ وكمان هيكون اقل من 1%، لا احنا عايزينها ايه؟ هنزودها ل 8 اسياخ. طب لما تزود 8 اسياخ، تمام؟ الثمان اسياخ فعليا هتديك 1231 كاريا ستيل، تمام؟ ولكن انت يعتبر كده حطيتها ايه؟ 1%، تمام؟ طيب خلينا نحسب، هنقول 8 اسياخ في 154 يعني 8 في 14 هيساوي كام؟ اهو هيساوي 1232، يعني 1231 بالتقريب، لان دي 154 اصلا ده يعني ما بتبقاش كده بالظبط، يعني لو قلنا ايه باي على 4 في 14 سكوير تبقاش 154 بالظبط، فلو دخلت ضربت في 8 اهو 1231، تمام؟ يعني ديت الاريا ستيل يا باشمهندس بناء على ايه؟ على اللي انت مدخله، واحنا طبعا بنقربها فبيبقى في فرق بسيط كده يا باشمهندس خلاص. طيب زي ما انت شايف هو مديني الوان كتير، ده لون وده لون وده لون، انا عايز افهم الكلام ده. ده بقى الميزه في طريقه التشيك، لو جينا كده اتكينا على البلان وقلنا له وليكن ستوري واحد، هتلاقي فيها باشمهندس الوان كتير. ده معنى ايه؟ التكه مثلا كليك يمين هنا على العمود ده، تمام؟ والتكه ديتيلز، هتيجي هنا يا باشمهندس بيقول لك ان الكباستي ريشيو 0.7، نسبه التسليح 1.12%. 1.12% ديت اللي احنا حسبناها اللي هو الفعلي بقى 8 فاي 14 بالظبط، طبعا 1% دي ما بتجيش بالظبط زي ما قلنا خلاص. طيب 7 من 10 ده نسبة كويسة بالنسبة لي خلاص. هو راح قسم يا باشمهندس الاو دي، تمام، على الاو سي، تمام، طلعت اقل من 1 يعني سيف، يعني كده العمود ده سيف، تمام.
وطلعت النسبة 7 من 10، قلت لك أفضل نسبة بتكون إيه؟ 0.9 0.95 95% كده يعني، دي أفضل نسبة كعمود اقتصادي خلاص يا باشمهندس، ولكن 7 من 10 دي نسبة كويسة. تمام؟ طيب خلينا نشوف مثلا عمود تاني. يبقى إذا فهمنا إن اللون ده كده بيكون مثلا إيه؟ في الرينج ده يعني مناسب. أما الأصفر ده يا باشمهندس، خلينا نتكة كليك يمين كده. 0.7 برضه، ولا إحنا كنا مختارينه أصلا من الأول؟ اختار ده كده. الثاني يا باشمهندس الاصفر ده هو اللي ايه، بوينت ايه، بوينت 7. خلي بالك انا مش بحفظ الالوان يعني، مش مشكله. تمام، بس انت باكتب عندك يعني، باكتب بورقه وقلم كده اللون الاصفر ده مثلا فوق ايه، فوق النص مثلا. تمام، ده بقى اللي بيبقى تحت النص، هتلاقي النسبه ايه، الريشيو يا باشمهندس بيقول لك ايه، بوينت 3.5. لو دخلت برده اهوت، بيقول لك بوينت 3.5. دي نسبه قليله جدا بقى يا باشمهندس. يبقى انا شايف ان العمود ده لا، احنا ممكن نصغره ل 20 مثلا في 45 بدل 55، خلاص. وهنجرب دلوقتي. تمام، ده بالنسبه للونين دول. طب ايه اللون ده بقى يا باشمهندس، اللون الاحمر ده؟ اللون الاحمر ده معناه انصيف اهو، او على اس يعني اوفر سترينث يا باشمهندس، عمود انصيف اهو. تمام، بيقول لك يا باشمهندس ان الكباستي 1.355 خلاص، والنسبه النسبه اللي المفروض تطلع تمام معديه الاريا ستيل اللي انت حاططها. ما ده صحيح. تمام، فاكر نسبه التسليح في الديزاين كانت كام يا باشمهندس؟ كانت طالعه 3 وشويه، 3%، واحنا حاطين 1.12% يعني 1%، خلاص. فطبعا انا عشان كده رجعتها، عشان اوريك لما يكون القطاع انصف بيكون عامل ازاي. خلاص يا باشمهندس. طيب لما نيجي نبص مثلا على العمود ده، العمود ده والعمود ده هيكونوا زي بعض يعني، ده وده زي بعض، وده هيكون برضه زيه اهو، بوينت 7. تمام، لانها طبعا سيمتريك زي دول كده، يكونوا زي بعض. خلاص يا باشمهندس. طيب زي ما قلت لك كده، زي ما قلت لك احنا لما نيجي نفرض يا باشمهندس في المشاريع اللي بتبقى مثلا ايه، دورين 3 4، تمام، يعني الفيلا اللي بتبقى دورين 3 4، بنفرض كده 20 في 45 مثلا كورنر، 20 في 55، 20 في 65. تمام، طب تعالى نغير الفروض. فاكر انا كنت غيرت دولت، كنت خليتهم 20 في 75. طب خلينا كده نغيرهم، تمام، ونشوف النسبة هتكون عاملة ازاي. تقدر بقى على طول من هنا يا باشمهندس اهوت اوفر رايت 20 في 75، وتقول له اوكي. اوكي، شوف اللون هيبقى معاك ازاي، شوف اللون بقى اتغيرت بقى عامل ازاي يا باشمهندس. بقى كام يا باشمهندس؟ بقى 0.95. تمام، يعني ده افضل ايه، ده افضل نتيجه ممكن الواحد يوصل لها، عشان ايه، عشان العمود يبقى اقتصادي. تمام، ادي اللون اهوت، طبعا غير اللون ده. تمام. طيب مثلا لو اديته بوينت، لو انا اديته 20 في 65 اعتقد برضه هيكون انصيف، لان اصلا هو مسايف كده يعتبر على حاجه بسيطه خالص. ما انا قلت لك يا باشمهندس احنا مبدئيا احنا بنفرض مثلا دولت، تمام، الكورنر 20 في 45، تمام، والداخلي 20 في 65 مثلا، والايدج 20 في 55. وقلت لك ده حاجات مبدئيه ولكن قريبه شويه يعني، قريبه شويه ايه من الواقع كفرض مبدئي يعني. طيب لو انت مبتدئ لسه، بلاش تستخدم طريقه الديزاين يعني، طريقه الديزاين، طريقه اللي تشيك، اسف، طريقه اللي تشيك زي ما قلت لك، او طريقه الديزاين حتى، بتحتاج ان انت تكون فارق قطاعات يعني بمنطقيه يعني بواقع خبرتك يعني. اما الطريقه الثالثه بقى اللي هي الاوتو سيلكشن، تمام، هي ديت اللي تنفع ليك كمبتدئ، انت لسه مش عارف تفرض، افرض ايه، مش عارف ايه كده، لسه هنشرحها يعني. تمام، هفك كده الحل واروح اعرف قطاع تاني 20 في 45، تمام، واخده هورزونتال. قلت لك هو الهورزونتال بيبقى على البلان، وهنا بيكون ايه، بيكون رأس بالشكل ده، تمام، عشان ما تتلخبطش. واقول له هنا ايه، 450، خلي ده 45 خلاص. طيب ده هيكون كام سيخ بقى يا باشمهندس؟ 450 في 200 في 1%، واخد برضه هيكون 8 سياخ برضه. لا، 6 سياخ. تمام، فهتيجي هنا تقول له ايه، 3. تمام، وتقول له اوكي. اوكي خلاص يا باشمهندس. طيب هغير دولك كده يا باشمهندس كل الكورنر ده، لان كانت طبعا الريشيو بوينت 3 يعني. تمام، وهتقول له اساين فريم سيكشن بروبرتيز، وهات لي ده ابلاي
تمام، صغرتهم اهو، وانا صغرت دول كمان. اه انا صغرت الايدج كمان. طيب خلينا برضو نبص على الايدج، مش مشكلة برضو. طيب خليه يعمل رن. طيب الايدج طبعا كان عندنا بوينت 7، دلوقتي بقى كام؟ بوينت 8 5. طب كويس، مناسب يعني. يعني دلوقتي الكورنر والايدج عندي هيكونوا كام؟ 20 في 45، تمام؟ طيب لما تيجي تبص، دي كانت بوينت 3 5، دلوقتي بقت بوينت 4 3. طيب دي نسبة قليلة بالنسبة لي، دي نسبة قليلة جدا، والمفروض ان انا لا كده القطاع مصيف بزيادة. ولكن قلت لك احنا المينيمم اصلا بتاعنا مثلا في شغل الفيلل مثلا بره مصر بيبقى 20 في 45، انا شخصيا بشتغل كده والمكتب شغال كده، خلاص. فبنشتغل 20 في 45، ده اقل قطاع عمود. هنا في مصر مثلا ممكن نقول 30 في 40، ده اقل قطاع عمود برضو بنبدا بيه، تمام. حتى لما نيجي نقص الاعمده، تمام، بنقص مثلا ممكن اخر دور يوصل لمثلا 25 في 40 هنا في مصر مثلا، تمام. ما بنقصش عن كده مع ان ينفع، بس تمام، ولكن ده شغل عملي شويه، خلاص، تمام. فعشان كده بقولت لك اه دي نسبه قليله، ولكن ده المينيمم بتاعي، ده مينيمم قطاع العمود بتاعي، وهنا هيكون كويس يعني كده مناسب يعني، خلاص. طيب دول طبعا انصيف، فانا ممكن اكبرهم. هنقول بقى ايه، زي ما قلت لك قصين فريم، ولكن طبعا لازم تفك الحل، فممكن بالطريقه التانيه تك على سنتر العمود، كليك يمين، تمام، اوفر رايت، وتيجي هنا تقول له 75 وتقول له اوكي. اوكي تمام، اه ده حاسب ده كبير قوي كده ليه؟ تمام مظبوط. طبعا انت ممكن تفك الحل برضو وتقوم جاي قايل له ايه، اهوت اساين فريم سيكشن، تقول له ابلاي، خلاص يا باشمهندس. طبعا كانت مهنجة، مش عارف، ما كانش العمود كبر اصلا تقريبا، مع انك كنت مديله تمام. وبعد كده تقول له ايه، ديزاين يا باشمهندس. خلاص دي تقريبا كده النتيجة النهائية بتاعتنا اهوت. هتلاقي برضو هنا ايه، اهوت بوينت 9، ايه بوينت 9 5، كانوا قريبين جدا من بعض يعني، في سيمترية يعني. خلاص يا باشمهندس، فكده سيف يعني، كده انت سيفت كل الاعمده اللي عندك وغيرت قطاعات اعمده وكده كله تمام يعني. ده اللي انت تعمله وانت بتصمم مشروع حقيقي يعني، تمام. حتى لو مشروع كبير هتبص بعينك، هتكون فارق قطاعات، انت دايما هتلاقي الاختلاف في 3 4 اعمده لو انت فارض. عشان كده انا بقول لك طريقه التشيك دي كويسه، ولكن مش كويسه لكل الناس يعني. لو تقدر تفرض قطاعات منطقيه، تمام، يبقى كده مفيش اي مشكله معاك. هتلاقي الاختلاف مثلا ايه في 3 4 اعمده، بنقعد نجرب كده لغايه ما تبقى سيف عادي خالص يعني. تقدر تجرب وتقدر تغلط في 10 اعمده كمان، مش مشكله، افضل، ده هيخليك تتعلم يعني يا باشمهندس. خلاص يبقى احنا كده ايه، خلاص صممنا الاعمده، طريقه التشيك. طيب نلخص برضو طريقه التشيك ديت على الانتر اكشن ديجرام. دلوقتي يا باشمهندس انت بيبقى شكل الانتراكشن دياجرام عندك بالشكل ده، تمام. خلاص طيب بيبقى مثلا عندك ايه، الخط مثلا بالشكل ده، خلاص. طيب النقطة ديت يا باشمهندس اسمها ايه، سي، يعني جاية من الكباستي يعني، خلاص. النقطة ديت جاية من الكباستي سي، تمام. النقطة الثانية اللي بتأثر نتيجة الحمل يا باشمهندس دي، يعني جاية من الديزاين، تمام. ممكن تبقى جوه يعني، ممكن تبقى هنا، وممكن تبقى هنا، ممكن تبقى بره، تمام. خلينا نوصل دي كده بره. طيب أنهي حالة يا باشمهندس اللي كانت جوه؟ الحالة ديت مثلا، تمام، والحالة ديت
العمود الكورنر والايدج، تمام. طيب انهي الحاله اللي كانت جوه؟ اه العمود اللي هو الداخلي الانتيريور ده، تمام، ده هو اللي كانت بره، وبعد كده رحنا غيرناه. فلما غيرناه مثلا النقطه جت هنا، خلاص هنا يا باشمهندس 100%، هنا كانت 95%، تمام. طب هنا مثلا كانت 7 من 10 اللي هي دي 70%، طب هنا مثلا كانت 3 من 10 اللي هو العمود الكورنر. فهمت القصه يا باشمهندس؟ ده اللي بيعمله البرنامج بالظبط يعني. ولو دخلت على الانتراكشن دياجرام برضو هتشوف نفس الكلام. يعني لو دخلت على الانتراكشن دياجرام هنا هتشوف نفس الكلام، تقدر بقى تغير الدرجات وبتاع. اهو دي النقطة يا باشمهندس اللي انا بكلمك فيها، خلاص. تمام، وتقدر بقى تغير شكله من هنا. تمام. هنا طبعا ديت ده العمود اللي هو كان كام، يعني مثلا لو جينا نجيب العمود الداخلي مثلا وقلنا له انتراكشن دياجرام، هتلاقي زي ما قلت لك كده اهو، يا دوب قريبه جدا، يعني قريبه جدا من السطح، يعني خلاص هي 95% يعني. لو وقفت عليها كده وبصيت هنا، تمام، تقدر برضو ايه تلف الدنيا كده، تمام، اهوت جيب بص، تمام. لا اما لو مثلا عمود زي ده، عمود زي ده كانت بعيده يعني، خش على الانتراكشن دياجرام، اه جوه جوه خالص يعني. فهمت يا باشمهندس؟ بص كده على الرسمه اللي على اليمين ديت، تلاقي بيقول لك شايف فين، بعيده يعني، تمام. هنا كانت يعني ايه مش قوي في يعني في التلتين كده اهو. تمام يا باشمهندس، كده انت فهمت ايه القصه. تمام يا باشمهندس. طيب اخر طريقه بقى انا هشرحها، اللي انت مثلا تخلي البرنامج هو مثلا اللي يختار لك قطاع، يعني احنا هنعرفه شويه قطاعات ونقول له والله انا ما اعرفش اصلا، تمام، انت صمم لي واختار بنفسك، يعني انا هديك مثلا خمس ست قطاعات، اختار لي منهم المناسب لاي عمود، خلاص.